بشأن موضوع اعتقال القوات الحكومية 15 محاميا، معنا عبر الهاتف عبر سكايب للمزيد من التعليق سيد صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن. مرحبا بك دكتور صباح. القوات الحكومية إذا تعتقل محامين وتتهمهم بالانتماء إلى تنظيم الدولة، ما قانونية هذا الإجراء؟ هل ولا سيما أن هؤلاء المحامين يعني كانوا يؤدون واجبهم؟ أولا، من حيث المبدأ، ما يجري الآن في العراق خصوصا في منطقة الموصل فيه انتهاك لكافة القوانين الدولية والمحلية. ما يجري في العراق مخالف لقانون الجنايات العراقي، مخالف لقانون المرافعات الجنائية، ومخالف للقوانين الدولية المتعلقة بكيفية معاملة المدنيين أثناء الحروب. القوات الموجودة الآن في الموصل سواء كانت ميليشيات أو كانت قوات عسكرية، أولا تقوم باعتقال المدنيين، وكما بيّن التقرير مالكم طريقة التعامل. لكن فيما يتعلق بموضوع المحامين بالذات، مبادئ الأمم المتحدة الأساسية تنص في المادة السادسة منها على أن كل شخص يمارس مهنة المحاماة يجب أن يحظى بالحماية الكافية في كل الأعمال التي تتعلق بقيامه بتنفيذ عمله، لأن المحامي ليس طرفاً في أي خصومة. المحامي دوره مساعدة المحكمة لمعرفة إذا ما كان المتهم أمامها هو مجرم أم لا، ويستطيع أن يفعل ذلك فقط إذا ما كانت له الحرية الكاملة في المناقشة وفي إبداء الرأي وفي مناقشة المحكمة وفي مناقشة الأدلة، وتأكد أن الأدلة المقدمة هي أدلة صحيحة وليست موضوعة. هناك أيضا مادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية تتعلق بتنص على أن لكل إنسان يقدم أمام القضاء، أي قضاء إن كان، له حق الدفاع، ومن أهم متطلبات حق الدفاع أن يكون له محامي للدفاع عن حقه، وأن يكون هذا المحامي له الحق الكامل في ممارسة صلاحيته. يمكن في حالة قيام المحامي بارتكاب أعمال مخالفة للقانون، كأن يرتكب جريمة أو يرتكب أعمال إرهابية أو غير ذلك، حينما يقوم بارتكاب العمل، نعم يجوز إلقاء القبض على المحامي باعتبار قد ارتكب جريمة وليس لكونه محامي. أما إذا كان المحامي في أثناء عمله يمارس دوره للدفاع عن الموكل، يجب أن يحظى بالاحترام والحماية. وهذا لا يهم عن ما من هو المتهم وما طبيعة، سواء كان إرهابيا أو كان من داعش أو كان طالما لم تثبت إدانته يعني. نعم، طالما لم تثبت إدانته بعد يعني. نعم، نحن نتحدث عن شخص مقدم للمحاكمة. أريد أقول أنه الشخص الذي يقدم للمحاكمة بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه، يجب أن يحظى المحامي بحق الدفاع عنه بطريقة سليمة. قانون المحاماة العراقي 173 لسنة 65 ينص على أنه لا يجوز توقيف المحامي عما ينسب إليه من عمل، ما يقوم به من العمل أثناء ممارسة المحاماة لا يجوز حسبته على ذلك. يجب حسب محامي ارتكب جريمة، أما أن يدافع عن شخص متهم بالإجرام فلا يمكن القضاء. لكن ما يجري الآن هذا ليس غريبا عما يجري في العراق قاطبة وفي الموصل خاصة في هذه المرحلة، لأن هناك محاولة إلقاء هذه التهمة داعش على النساء والأطفال والمحامين والأطباء وكل الناس. الآن أي شخص الحكومة تريد أن تنتقم منه لأي سبب من كان، كان سبب طائفي أو مصلاوي أو لأي سبب آخر، بفهم أنه داعش. لا يمكن مقاضاة المحامي أو القبض عليه لأنه يدافع عن شخص متهم بارتكاب جرائم الإرهاب، وهذا بغض النظر عن المحكمة. في محاكم الاحتلال، يعني حينما تكون هناك سلطة احتلال، حينما احتل العراق الكويت، كان أمام الكويتيين محامين يدافعون عنهم، سواء كان محامين كويتيين أو عراقيين. في فلسطين، حينما تلقي القوات الإسرائيلية القبض على شخص
وتتهمه بأنه إرهابي، يكون طيب لديه محامي سواء كان المحامي طيب دكتور إسرائيلي صباح، أو عربي. يعني لماذا نعم، لا تتدخل إذن المؤسسات القضائية ونقابة المحامين في العراق لوضع حد لما يحدث ومنح حرية للمحامين؟ طبعا هذا السؤال يجب أن يوجه إلى نقابة المحامين في العراق. نقابة المحامين العراقية كما هي شأن نقابات المحاماة في العالم كله، من واجبها الرئيسي هو الدفاع عن حقوق المحامين. وهنا نرى أن هناك انتهاك كبير لحقوق المحامين، انتهاك ليس فقط قانوني وإنما انتهاك لحقوق الإنسان بالنسبة لهم. فيفترض أن نقابة المحامين ليس فقط نقابة محامي أصل، وإنما نقابة المحامين العراقية الموجود مقرها في المنصور في بغداد عليها أن تدافع، ليس لأن هؤلاء الأشخاص هم من نفس المجموعة، ولكن واجب نقابة المحاماة الدفاع عن العدالة أولا والدفاع عن حقوق الأعضاء ثانيا. على النقابة أن تقوم بذلك، نعم وبطبيعة الحال هناك أيضا مسؤولية عن المنظمات الحقوقية الدولية، ولذلك Human Rights Watch نعم أعلنت هذا الأمر، وهذا الأمر قد طرح باللغات ليس العربية فقط، نعم باللغات دكتور الأخرى، وبالتالي هناك نقابات المحامين في العالم تأخذ نعم تبدي ملاحظاتها بهذا الشأن. أشكرك شكر الجزيل دكتور صباح المختار رئيس جمعية المحامين العرب في لندن.